Very soon, things might turn to the better. Of course, the offer of the Spanish government is very generous, and provided that we can carry out the project properly, we shall assuredly gain a lot of profit. كان عنده 16 سنة، كنت فاكرها بتحبه زي أخوها. كنت غبي، حطيت النار جنب الديناميت. الله يسلمك يا منى. يعني جيت فجأة؟ ما قدرتش اتصل بيكم. ألف حمد لله على سلامتك يا سيدي. الله يسلمك. الشنطة يا حسنين. حاضر يا سيدي. وحشتيني قوي يا محمود. وانتوا كمان وحشتوني قوي. ازاي خالد؟ كويس الحمد لله. امال هو فين؟ ده نايم. لا أنا صاحي يا بابا. حمد لله على السلامة يا بابا. وحشتيني قوي يا خالد. وحشتيني قوي يا حبيبي. انت مش قلت لماما في التليفون انك جاي يوم الجمعه؟ طب ما النهارده الجمعه. لا يا سي بابا، الجمعه اللي فاتت.
يبقى السبت والحد والاثنين ماما عداهم 8 ايام. اه يا فتان. على كل حال انا جبت لك احسن هديه بتحبها. طياره؟ لا اتنين. ادي واحده وادي التانيه. ميرسي قوي يا بابا. امتى بقى ابقى طيار؟ لما تكبر يا حبيبي. يلا بقى يا حضره الطيار العظيم تنام عشان تلحق المدرسه بقى. إيه المدرسه؟ ايه المدرسه مقفوله يا محمود. مقفوله؟ مقفوله ليه؟ احنا في اجازه اخر السنه وخالد امتحن من 10 ايام وطلعت الاول. برافو هايل. اهو كده الاول على طول زي ابوك. هتفسحني فين بكره؟ تحبي تروحي فين يا منى؟ الناجي هو اللي يختار. نروح النادي نتغدى هناك ونعزم تيتا ونعزم طنط علي. موافق يا سيدي. ونعملها حفل التكريم لانك طلعت الاول. يلا يا خالد علشان تنام يا حبيبي. بابا جاي من السفر وتعبان. تصبح على خير يا بابا. وانت من اهله يا حبيبي. يلا بقى عشان تنام. بكره من بدري هنروح النادي. ادي طيارتك اهي. ادي التانيه كمان. تصبح على خير. ماما. ايوه حبيبي. بتدور على ايه؟ في اوراق مهمه كان لازم اجيبها معايا ومش ليا. مش عارف اذا كنت نسيتها في مكتب روما ولا باريس. محمود اجلها للصبح. انت جاي من السفر وتعبان. مش هيجيني نوم الا لما الاقي الورق ده. على كل حال يستحسن اطلب المكتبين دلوقتي واحدد مكالمه للصبح. الصبح الساعة 8 بالظبط. متشكر. حددت المكالمة؟ الساعة 8 الصبح. تصدقي أغلط في نمرة تليفون مكتبي في روما مرتين؟ اللي واخد عقلك. لو ملاقوش الأوراق هنا ولا هنا مضطر أسافر بكرة على أول طيارة. إن شاء الله هتلاقيهم. على الله. لحسن ده أنا لسه واصل من السفر وتعبت قوي المرة دي. أنت اللي جايبه لنفسك. ما هو عشانكم. عشانك أنتي وعشان خالد. ربنا ما يحرمناش منك. يا سلام يا منى. لو العملية اللي أنا ماشي فيها تنجح. يا محمود أنت كل مشاريعك ناجحة والحمد لله. البركة فيك أنت يا منى. آه نسيت.
الله، ميرسي يا محمود. حلو قوي، انت جبت لي كتير. كفايه يا محمود وكفايه سجاير. مش هشربها كلها ولا نصها، هات السيجاره. طب نفس واحد. لا ولا حتى نص نفس، هزعل منك. وحشتوني قوي. وانت كمان يا محمود وحشتني. الو، ايوه قلت لك بكره الساعه 8. طيب طيب. اشمعنى النهارده تورته يا ست ماما؟ كان نفسي فيها. كان نفسك فيها ولا عشان بابا بيحبها؟ طب يلا افطر وبطل شقاوة. صباح الخير. اهلا يا محمود. انا جات لك المكالمة؟ خير. الاوراق موجودة وهيبعتوها لي. ياه، ده انا اتأخرت قوي على المكتب. محمود مش هتفطر؟ هباخد اي حاجة في المكتب. على فكرة العربية هتوصلني وترجع لكم على طول. اوعى تنسى النادي يا بابا. معقولة؟ الساعة واحدة بالظبط هكون عندكم. مع السلامة. علي اتأخرت. والله أنا قلت لها يا بنتي بلاش تروحي أنت، كفاية المحامي بتاعك. قالت لي لازم أحضر. يا ترى هيتحكم لها بإيه؟ أهي جت. صباح الخير. صباح الخير يا علي. ازيك يا طعم؟ اهلا. هي طمنيني. حضرته طالبني في الطاعه لكن ده بعده لما يشوف نجوم الظهر. الحكايه دخلت في عندي يا بنتي. اختك راسها ناشفه وهو دماغه حجر ومش عارفه ايه اخرتها. صحيح، ايه اخرتها يا علي؟ والله انا مرتاحه كده. بيتهيألك راحت الست بيتها وجوزها. بقول يا منى ما تكلمي جوزك يقابل عديله ويتفق معاه ويفضها بدل المحاكم والبهدله. يا كده يا كده. حاضر. هو فاضلها لما هيفضلنا؟ ده ما بيقعدش معاها يومين على بعض. انا عارفه انت طايقه العيشه دي زي منى. الحمد لله انا سعيده طول ما اللي حواليا سعده، ومحمود مش مخليني عايزه حاجه. واخد ديله في سنانه وطاير على حل شعر. جوزي ما يعرفش غير شغله بس. الرجاله دول مالهمش امان ابدا. انت عايز تخربي عليها زي ما خربت على نفسك. اختك خدت على كده وراضيه بكده ومبسوطه هي وجوزها. تليفوني يا هانم. يا استاذ محمود. الو. ايوه يا منى. انا متاسف مش هقدر اتغدى معاكم، شغل مهم. ايوه حبيبتي لازم. بعدين بعدين اقول لك. اعتذري لماما ولاختك وفهمي خالد. وقت ما تحبوا تتغدوا قولوا. هو محمود مش جاي؟ عنده شغل. هي دي اول مره؟ والله انا لو منك ما اسالش فيه واسيبه يرن واشوف نفسي. بس يا بنت بلاش كلام فارغ. اختك اصغر منك لكن اعقل منك. دي عبيطه. ولا محبة عبيطة اللي انتي. بكرة تندمي. خالد. خالد ايه ده؟ مفيش بوسة لبابا؟ لا انا زعلان يا سي بابا. اولا من غير ثانيا انا بعتذر، لكن هعوضها لك بفسحة كبيرة قوي. الليلة؟ لا الليلة مش هقدر. بكرة ان شاء الله نقضي النهار كله مع بعض. هات بوسة بقى يا حبيبي. يا بابا متأسف يا منى،
على العموم ماما وعليا مش اغرب. كان لازم برضو تيجي، مش عشاني ولا عشان ماما، علشان الولد. ما كانش ممكن اسيب مشروع زي ده يروح من ايدي. وانا يا محمود، ما انت سايبني على طول. انا قلت لك اسف يا حبيبتي، وعلى كل حال قومي البسي نخرج نتعشى بره. ايه المناسبه؟ واحد عايز يخرج مع مراته لازم مناسبه. هنسهر نتعشى ونسمع مزيكا ونرقص ونقضي ليله حلوه. بتتكلم جد ولا بتهزر؟ انا حجزت خلاص. أنا تهقت خلاص يا محمود، تهقت. هو أنا مسافر عشان في ست تانية مستنياني هناك؟ أنا مسافر للشغل. شغل شغل شغل، كل همك وتفكيرك في الشغل. مفيش إنسانة ربطت حياتها بيك تفكر فيها وتحس بوجودها. دي أول مرة أسمع اللهجة دي. أنا هنا ليه؟ وظيفتي إيه؟ أحرس البيت ودادة للولد؟ مش هي دي حياتي معاك؟ 7 سنين وأنت مش معايا، بتحبني وتعزني وتخاف عليا، لكن مش معايا. تسافر وتيجي وانت مش معايا، مش هي دي حياتنا؟ بقى ده بدل ما تشجعيني. يا محمود يا محمود، انا بشجعك بقلبي وروحي، لكن انا عايزه اتمتع بالحياه، عايزه اعيش حياتي وعمري وسني مع جوزي، معاك يا محمود. ده حتى الليله اللي فكرت تعزمني فيها ما كنتش معايا، كنت برضو مع شغلك. أنا متأسف، أنا يمكن مقصر في حقك أنت والولد شوية، لكن لكن إيه يا محمود؟ لكن أنت عندك حق، ثم أنا كمان محتاج لإجازة طويلة نقضيها مع بعض، شهر عسل جديد نلف فيه العالم. يا ما سمعت منك الكلام ده كتير قبل كده. لكن المرة دي صادق، جهزوا نفسكم، وأنا هرجع من فيينا بعد يومين إن شاء الله، أخدكم ونسافر على طول. تفضل قوي يا ستي. ميرسي. عفوا يا ستي. ماما ماما ماما. ايوه يا خالد. مش هنروح المطار ونستنى بابا؟ معرفش الطياره هتوصل امتى. طب نروح ونستناه، نقعد طول النهار في المطار. انت قلتيلي ان احنا هنسافر النهارده مع بابا وهنلف الدنيا. لما يرجع بابا بالسلامه هنسافر. اطلع يا خالد العب في اوضتك. الو الو، فيينا معاكي على الخط. الو مصري معاك. الو ايوه يا منى، مش هقدر اجي النهارده، لا ولا اسبوع كمان، اصلي مضطر اسافر حالا تونس. انا كنت متاكده ان ده اللي هيحصل، بس اسمع يا محمود، الولد متضايق متضايق قوي. هاتي خالد وتعالوا على اول طياره على تونس. وانا هستناكم في مطار تونس. انت بتتكلم جد؟ طبعا بتكلم جد. طب ما دام بتتكلم جد، باي باي قبل ما تغير رايك. خالد يا خالد، هنسافر لبابا بكره يا حبيبي.
بنزين وطقم الطائرة يرحبون بكم على الطائرة بوينج جيرمان. مش عاوز. تستغرق الرحلة إلى مطار تونس كارتاج حوالي 3 ساعات. شكرا وأتمنى لكم رحلة طيبة. مدام دي مسيو بونشور. لو سمحتي. وي مدام. ابني كان قاعد جنبي، راح فين؟ مع الكابتن جوا. ها ايه رايك بقى بطل، عجبتك الطياره؟ قوي. وناوي اطلع طيار وابقى ضابط كبير واسوق طيارات العالم كلها. كلها كلها. سلام للكابتن العظيم. خالد خالد، كلم مامي. على ايدك بقى يا كابتن. لكن انت اسمك ايه؟ حسين. كابتن حسين. على ايدك يا كابتن حسين. ايه ده يا خالد؟ كنت سيداتي سادتي، كنت بتفرج على الطيارة. بعد لحظات سوف نهبط على ارض مطار تونس كارتاج. رجاء ربط احزمة المقاعد والامتناع عن التدخين. نرجو ان تكونوا استمتعتم بهذه الرحلة ونأمل ان نراكم دوما على خطوط. مش عارفة يا حبيبي. تعالى. أنا جاية على طول. أنا مدام محمود جلال. أستاذ محمود بعت لك سيارة منتظراك في الخارج. أستاذ جمال وصل الهان. ميرسي. أمال فين بابا يا ماما؟ زهر عنده شغل ما قدرش يجي. اتفضلي يا مدام. ميرسي. اتفضلي يا فندم. ألف الحمد لله على السلامة يا مدام. الله يسلمك. شرفت من تونس. ميرسي قوي يا أستاذ جمال. اتفضل. أما حتة دين ست تجنن وابنها معاها. ما أظنش. تلاقيه أخوها صغير. يا عم مش مكفيك اللي عندك. ما يمنعش. أصلها حلو قوي. طب طب يلا بينا. يلا يا أخويا. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. لو سمحت محمود بيه. مدام منى الحمد لله على السلامه. شرفت من تونس. ميرسي قوي. من زمان ما شرفتناش. حوالي 9 سنين. هو محمود بيه. محمود بيه حجز لحضرتك نفس السويت اللي قضيته فيه شهر العسل وترك لحضرتك الرساله دي. تسمح الباسبور.
اسف يا منى، اضطريت اسافر قبل وصولكم بساعات لعمل مهم. ان شاء الله تكوني انت وخالد في احسن صحه وتكون رحلتكم موفقه. هتصل بكم بالتليفون للاطمئنان عليكي في اقرب فرصه. مدام منى، اتفضل الباسبور. ميرسي. سويت 285. يلا يا خالد. ما فين بابا يا ماما؟ سافر يا حبيبي. هو كل مره سافر سافر. عيب كده يا خالد. بابا سافر لان عنده شغل مهم. يلا. سرحانة في ايه؟ نفس الأوضة اللي قضيت فيها شهر العسل أنا وبابا. كنتم لوحدكم؟ ما كنت فين؟ ادخل الحمام يا خالد وغير هدومك. يلا يلا. لا مش هلحق، لازم امشي على طول. ايه على طول؟ نظام حريم بقى. هو احنا ورانا ايه بس غير كده؟ شد حيلك شد اهو. انور ايه الحقني غزو التتار وصلوا. ابعدهم ضهرهم وزعهم وابوس ايدك وانا في الدولاب زي كل مره. جوفيه حسين 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 ايه 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 حسين 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 مشي سافر ليه؟ اهملوا ربنا يهدوكوا. انا استنوا عليا. عارفين حسين فين؟ بوينج بوينج سافر. يلا بيتك 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 بيتك. يخرب عقلكوا. يا بختك يا حسين. اطلع. ها مشيوا؟ هم هيعتقوك النهارده؟ طب انا هخرج من الباب اللي وراني. قول لي. ها هتسهر فين الليل؟ عند سونيا ولولا. ما خلاص بقى دمها تقل على قلبي. اسمح لي اقول لك يا اخي، انت ما عندكش نظر. بقى لولا اللي زي القمر ولا سونيا اللي ما تفهم بقى يا جدع انت؟ سونيا دي حاجه تانية، طعم تاني، لون تاني. يا خوفي لا تقع في واحده لون تالت تطلع عليك القديم والجديد. ما القديم خلاص خلصنا عليه، المهم الجديد. سونيا سلام. حصلك.
بطل لعب وتعشى. طب وانتي ما بتاكليش ليه؟ ماليش نفسي يا حبيبي. كل انت. ماما انا زعلان قوي من بابا. ليه يا خالد؟ في البيت سايبنا وقلنا عنده شغل، وهنا كمان عنده شغل. كلها كام يوم ويجي. ايوه بس انا عايزه اتفسح. انا هفسحك. صحيح؟ وهتوديني فين؟ اوديك بكره هوديك السوق. انا خالد. اه ازيك يا خالد؟ انا قابلتك في الطياره. ايوه فاكر. انت مش فاكر؟ لا فاكرك. انت ازيك؟ عاوز اشوفك يا كابتن. ان شاء الله. احنا في لوكندة الهنا، مش هتيجي تزورني؟ والله ما افتكرش، اصلي مشغول قوي. خالد تعالى. تعالى يا ماما. دي مامتك؟ اي. انت قلت لي يا حبيبي نازلين في لوكندة ايه؟ لوكندة الهنا. يبقى جاي لك ضروري. تعال هنا. بقول لك تعال هنا يا ولد. طب على انك يا كابتن، ومستنيك في لوكان. هاجي لك. مش قلت لك 100 مره ما تبعدش من جنبي؟ عارف المره الجايه هعمل فيك ايه؟ هضربك قدام. ميرسي. لو سمحت مفيش حد سال عليا. حد مين؟ كابتن حسين الطيار. لا. طب لو جه انا قاعد منتظره هناك. حاضر. يا ترى بالحظ مين؟ سونيا ولا لولا؟ بالحظ انا. على اذنك. الو حسين، وحشني يا حبيبي. بتقول ايه؟ مش معقول يا حسين وهون عليك اقعد اسبوع ما اشوفكش. ويمكن 10 ايام شغل. بقى اعمل ايه؟ اول لما هرجع اكلمك. اوعى عينيك تبص كده ولا كده. اقتلك واقتلها وانتحر ونموت كلنا سوا يا روحي. باي باي يا حبيبي. الو يوسف؟ لا ورين شمال مسيت امبوسيبل مسيت دي ترافاي شيري بون بون ديكو زورتون جفتو كونتاكتي اربعة. ايه ده يا كابتن؟ أول مرة أشوفك تهرب من الستات. أصل الأجازة دي هقضيها على مزاج أنا. اسمع أنور، حضر لي الشنطة وهاتها لي على الأوتيل هنا. يلا. ايه رايك تاخد شرطه؟ تليفوني هنا. طيب خليك انت يا خالد، انا جاي على طول. مساء الخير يا كابتن. اهلا يا كابتن حسين، انا قاعد مستنيك من الصبح. اتاخرت ليه؟ انا اسف جدا، اصلي لسه واصل من السفر دلوقتي. اتفضل. ميرسي.
انما انت قاعد لوحدك ولا ايه؟ ابدا ماما معايا. اه طب بس لحسن ماما تزعل. تزعل؟ ابدا. مادام بابا مش موجود يبقى انا راجل البيت. تليفون. هنا. ميرسي. الو؟ ايوه يا محمود. وحشتني وحشتني قوي يا محمود. هترجع امتى؟ مش قبل اسبوع هقدر اجي. مش معقول يا محمود. معلش، المهم تنبسطي انت والولد في تونس. لا مش مبسوطة. ازاي اكون مبسوطة وانا في مصر من غيرك وهنا من غيرك؟ ايه الولد يا محمود؟ خالد متضايق قوي ومحتاج انك تكون جنبه. ما قلتليش انت بقى هتبقى طيار مدني ولا حربي؟ مدني حربي، المهم ان انا اطير وبس. ايه ده انت مستعجل قوي يا اخي. انا مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ماما الكابتن حسين اللي وصلنا بالطيارة. اهلا يا فندم. اهلا بيك. طب اقعد انت يا خالد، هستأذن انا بقى. هو انت لسه قعدت معايا؟ بكره هجيلك زيارة مخصوص. على اذنك يا فندم. اتفضل. ما قلتليش هقابلك فين؟ من بدري هتلاقيني في البسين. طيب مع السلامة. أرباب مدام. أرباب. اتفضل يا مدوخني. اجي انا وراك بالشنطه شمال ويمين. مال ما بصيتش وراها؟ مش قلت لك مش كل الطير اللي يتاكل لحمه؟ ولا يهمك، 24 ساعه وهتبقى هنا اهو. بس انت متجوز؟ يبقى 36 ساعه يا اخي. ومخلف؟ يبقى اقصاها 48 ساعه. وبكره تشوف. انا اسف يا كابتن ما قدرتش اقعد معاك في السوق واحتفل بيك. معلش حصل خير. وانت بقى ما نزلتش الميه ليه؟ اصل بيني وبينك ما بعرفش اعوم. يا خبر ابيض، هو في طيار في الدنيا ما عرفش يعوم؟ امال تعمل ايه لو اضطريت تنط من الطياره في البحر؟ حاجه. لا 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 لا، الطيار الشاطر ما يغرقش ابدا. قوم بقى لما اعلمك العوم. امال بابا فين؟ سافر. فين؟ راح فرنسا. هو شغله فرنسا؟ في فرنسا ومصر وبلاد تانية، بيسافر كتير. ولما بابا بيسافر بتقعدوا مع مين؟ لوحدنا انا وماما بس. وبابا راجع امتى من السفر؟ معرفش. وانا زعلان قوي عشان كده. وهي ماما كمان زعلانه؟ طبعا زعلانه. الله، لسه اطلع المنط. قول لي عملت ايه بقى في السوق انت وماما؟ اشتريت لعب وحاجات ورجعت. ما تفسحتوش يعني؟ مين هيفسح؟ انا يا اخي. يمكن ماما ترضاش. قول لها انك هتتفسح مع كابتن حسين. المهم يلا نط. نط انت الاول. الله، انت خايف ولا ايه؟ وانت كمان خايف. اوه انا ما بخافش من حاجه ابدا. طب وريني شطارتك. انت ازاي تعمل كده يا ولد؟ يلا قدام اتفضل. احنا متاسفين قوي. لا بالعكس، ده شجعني على النط. مش بقولك انت كنت خايف كده؟ طب تعالى معايا قدام النط. لا معلش، اصل لازم يتغدى دلوقتي. طب ما نتغدى سوا. ها؟ ايه رايك فيه؟ في مين؟ صاحب الكابتن حسين. كويس.
تعرف يا ماما ان قبل ما يجي الكابتن حسين كنت عايزه اقول لك نسيب اللوكاندا ونمشي. ليه يا حبيبي؟ عشان قاعدين لوحدنا زهقت زي ما يكون في بيت. على فكره يا ماما زعلان منك. ليه يا حبيبي؟ عشان بتعمليني قدام صاحبي زي ما يكون عايز. ايه ده يا ولد؟ ازاي تعمل كده؟ يلا قدامي. يقول عليا ايه؟ عيل صغير. انا اسفه قوي يا استاذ يا كبير. يلا حبيبي. ايه مش سامع الباب ومفتح. حاضر. من مين ده يا خالد؟ معرفش. طب وريني كده. من الكابتن حسين الى صديقه الصغير الكابتن خالد. مرحبا بكم في تونس. متشكر يا كابتن حسين. ماما انا عايزه اديله هديه. ليه؟ عشان الورد الحلو اللي بعتهولي ده. لما تبقى تشوفه بقول له متشكر. لكن انا لازم اديله هديه. ده صاحبي. صاحبك لازم يكون قدك مش اكبر منك. يعني يا خصمه وقعد لوحدي وازهق. اخس عليك يا خالد. بتزهق وانت معايا؟ هو انا مش صاحبتك برضو؟ طب ما انت اكبر مني ازاي تبقي صاحبتي كده يا خالد؟ طيب انا زعلانه منك ومش هقعد معاك تاني. لا يا ماما اوعي تسيبيني. انا بحبك قوي وعاوزك جنبي. ده انت حياتي كلها يا حبيبي. ماما ايوه اروح اشكره بقى؟ يعني مصمم؟ ما تتاخرش. ما شفتش الكابتن حسين؟ لا. ما شفتش الكابتن حسين؟ ما شفتوش. كابتن حسين؟ اهلا كابتن خالد. وصلك الورد؟ حلو قوي. عجبك؟ قوي. وقول لي عجب ماما؟ قوي قوي قوي. ها وقالت لك ايه؟ قالت لي انزل اشكره فنزلت جد. ما قالتلكش حاجه ثانيه؟ اهي ماما اهي. ها؟ خالد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ماما انا شكرت على الورد زي ما قلتي. ما كانش في لزوم للتعب. لا يا فندم دي حاجه بسيطه. رمز الصداقة مع كابتن خالد. متشكر قوي كابتن حسين. وانا مستعد ابعت لك ورد كل يوم. ده اذا ما كانش ضايق حضرتك طبعا. ماما ايه ده؟ دي عربيات سابقة يا خالد. الله دي باينة عليها حلوة قوي. تحب تركب واحدة؟ بلاش عشان يتعور. طول ما هو معايا ما تخافيش عليه. يلا بينا. اروح يا ماما؟ ما قلت لك ما تخافيش عليه. يلا بينا. يا حبيبي. يلا. يلا يا كابتن خالد اركب بقى وريني شطارتك. حاضر يا كابتن. يلا. سابقني؟ ولو اني ما بعرفش اسوق على الارض، لكن اسابك. ما سابكش ليه؟ وانا صغير؟
ما تيجي تسابي معانا. لا معلش انا هقعد اتفرج عليكم. طب انا اذنك هنزل امسحه واجيلك. طب اتفرج. اللطيفه دي يا كابتن. العفو يا خالد. هتعزمنا فين بكره؟ عيب يا خالد، حد يقول كده؟ سيبيه ياخد راحته. انا كنت اتمنى يكون عندي ابن زي خالد. الله، انت ما عندكش ولاد يا كابتن؟ مش لما اتجوز الاول يا اخي. هي مدام منى وتروس؟ لا. ماما انت قلتي لي اللي يكذب يروح النار، وانا شفتك بترقصي مع بابا. اسمع، يبقى لازم تعزمها على الرقصه دي. تفتكر هتوافق؟ طبعا، اي ست تتمنى ترقص مع واحد زيك. مدام تسمحيلي بالرقصه دي؟ عشان ترقص مع البنت المفعوسة دي.
مالك يا خالد؟ ماما انا عايزه انام. طب يلا قوم يا حبيبي. لكن انتوا لسه ما تعشتوش. تصبح على خير. طب ما طلعي نام وتنزلي انتي. ما اظنش. طب هتنامي من غير عشاء؟ على العموم انا هستناكي عشان نتعشى سوا. ها تصبح على خير يا خالد. تصبح على خير. تصبح على خير يا حبيبي. تصبح على خير يا ماما. ماما ما نسيتيش حاجة. حاجة ايه يا حبيبي؟ حد وزيت قبل النوم. كنا وصلنا امبارح لغاية فين؟ لغاية ما شرط الحسن قابل بدر البدور وحبها قوي. وهي كمان لما قابلته. ايه حبيته؟ لا عجبها بس. المهم قضوا مع بعض اسعد الاوقات وفي ليله من ذات الليالي كان قاعد لوحده يا عين. طيب تشك ميرسي يا ما. الحقيقة أنا اتفقت معاه امبارح إني أفسحه النهاردة. على فكرة حضرتك نسيتي حاجة مهمة أوي امبارح بالليل. إيه؟ شفتي دبل إزاي عشان ما تجيش تاخديه؟ ماما أنا اتفقت مع الكابتن حسين إنه يجي يفسحني النهاردة. لما يجي بابا يبقى يفسحك. هو حد عارف هيجي إمتى؟ خالد عيب. على كل حال اعتبريني زي والده. أروح يا ماما؟ لا ما ينفعش. دي لازم ماما تيجي معانا. دي فسحة تجنن. ايوه عشان خاطري يا ماما. ايوه عشان خاطري يا ماما. ممكن تاخدي لي صورة مع خالد؟ حاضر. يلا يا خالد. ساعدته. ما عندكش فكرة يا خالد ليه هعتز بالصورة دي؟ اسكت احسن الكلام يطلع في الصورة.
اللي يسمعك وانت بتتكلم يقول انك مصري. طب انا مصري بس بشتغل هنا. طب ليه ما بتشتغلش في مصر؟ اشتغلت في مصر واشتغلت في بلاد كتير، مين عارف بكره هشتغل فين؟ وهي البلد اللي تعجبني بقعد فيها. طب حسين عاوز اطلع فوق. يلا نطلع فوق. دي بقى المينا القديمة، أجمل مصيف ممكن الواحد يقعد فيه. راجل يخاف من التعابين؟ ما تخافش يا حبيبي. ايه انت بتخاف من التعابين ولا ايه؟ انا ما بحبش التعابين. ولا انا، بس ما بخافش منهم. ولا انا كمان. كالعادة في تقاليد الزفاف على الطريقة التونسية، وقع الاختيار على الكابتن حسين ليقوم بدور العريس وعليه اختيار عروسه من المدعوات. تفضل يا كابتن. يا كابتن يا بختك، ورينا بقى هتختار مين. هختار اجمل ورق واحدة في الحفلة. هما هيجوزوكوا لبعض بجد؟ يا ريت يا اخي. يا خسارة، كان نفسي اشوفك عريس بحق حقيقي. يا وحش. مش بعيد. باي باي. باي باي. هنختار دي يا ماما، حلو قوي. إيه؟ انا مفيش اجمل منك. يلا يا منى. لا ارجوك يا حسين ما تحرجنيش. يلا يا منى ما تحرجنيش. ما تحرجنيش يا ماما. تحزار ولد. يلا يا ماما تحزار. يلا ارجوك يا حسين انا ما اعرفش. يلا. لا 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 يا خرابي مش ممكن. Thank you.
منى، انا يمكن قصرت في حقك كتير، لكن غصب عني انا محتاج لاجازه طويله نقضيها مع بعض، شهر عسل جديد نلف فيه العالم انتي وانا. صدقيني انا من النهارده هبقى انسان تاني، حياتنا هتبقى حب جديد، هفضل دايما جنبك، عمري ما هبعد عنك. منى انتي بالنسبه لي كل حاجه، انتي حبي. محمود. محمود؟ محمود مين؟ جوزي. وحشك؟ دايما بعيد عني، دايما مسافر، دايما عنده شغل. انا لو متجوز واحده حلوه زيك ما سيبهاش ابدا. الكلام ده بس في الاول، لكن بعد 10 سنين جواز كل ده بيتغير. انت فكرتي غلط قوي عن الجواز. انا زوجة بقالي 10 سنين، لكن انت لسه. يمكن لاني ما كنتش قابلت الانسانة اللي ممكن تملى عليا حياتي. ولو قابلتها؟ عمري ما حسبها. طيب طيب ده ويسكي ده ولا جاز؟ طيب طيب. الو، ايوه، مين عايز الكابتن حسين؟ مين؟ هاتي. الو، مين اللي بيتكلم؟ انور، فين الكابتن حسين؟ انا المدير. تمام يا فندم، كابتن حسين مش موجود يا فندم. طياره شاطر بكره الساعه 10. خلاص يا فندم، هبلغه يا فندم. يا ساتر، المدير. اخ، الباب فين؟ من فضلك كابتن حسين فتحي. في البار. صباح الخير يا فحس. اهلا يا ابو الهناور. قاعد لوحدك يعني؟ الظاهر انها علمتك الادب. هي مين دي؟ الحلوه يا اخويا اللي واخده عقلك. وصلت لها ولا لسه؟ مش ده المهم، المهم ايه اللي جابك؟ المدير عايزك. عايزني ليه؟ بكره الساعه 10 في رحله لباريس. باريس؟ يا خبر ابيض، مش ممكن. يلا بينا. لا لا لا، انا النهارده مش فاضي، هقابلك بكره الصبح الساعه 7 في المطار. ها؟ سلام. واحد ويسكي. الو، اهلا يا كابتن حسين، ازيك؟ ايوه يا
على طول. بس الوحد ماما صحيت من بدري بس مش عايزه تخرج معايا. طب اقول لها ماما كابتن حسين عايزيننا نخرج معاه النهارده. اخرج انت معاه وقول له انا مش موجوده. ماما بتقول لك هي مش موجود. يا ولد ايه مسافر؟ يا خساره. طب هترجع امتى؟ وهنشوفك ازاي يا كابتن؟ ايه طيب. الو الحمد لله ما كانش في داعي. يوهو انواع الطيارات كتير، عندك الكارافيل وعندك البوينج، والبوينج فيهم كذا نمره، وبعدين بقى في طيارات. بقالك كم سنه بتشتغل طيار؟ يوهو من زمان. قول يا كابتن تقدر تفهم الطياره في الجو؟ مال ده انا فارم الورق على ورق كمان. لا مش ممكن. لا ممكن ده انا مره في الحرب لقيت نفسي طاير كده، هو واخد بالك؟ وبعدين ايه وانا طاير كده لقيت واحد راح هاجم عليا كده، فضل طاير رحت انا متفاديه وهاجم عليه ورحت جايبه قدامي انفجر وفضل ماشي ورايا، وانا ماشي كده بقى لقيت لك اتنين هاجمين عليا، هم هيجموا عليا وانا اخش عليهم، هم اخش عليا وانا اخش عليهم، علوه بقى انا رحت خام ورحت هاجم كده ورحت لعامل لفه كده ورحت واطرني وبعدين وقعت ومات بابا وسابني انا واختي لامي وربيتنا وكبرنا واتجوزنا. اختي عاطفيه قوي اتجوزت بقلبها وانا اتجوزت بعقلي. وكانت بتحبه قبل الجواز؟ جدا ولسه بتحبه لغايه دلوقتي رغم انهم اتطلقوا. اتطلقوا؟ ايوه. ماما انا عايزه اصطاد سمك. روحي يا حبيبي تعالى معايا يا كابتن. الحقيقه يا كابتن خالد مساله صيد السمك دي انا ماليش فيها. روح انت يا خالد. عيب كده يا حبيبي. يلا انت مش صغير. يلا يلا خالد بقى ورينا جدعنتك، عايزين ناكل سمك النهارده. يلا. كنا بنقول ايه؟ اتطلقوا ليه ما دام بيحبوا بعض؟ علشان اتسرعت وجوزته بقلبها. يعني لو كنت اتجوزته بعقلها تفتكر كانت هتبقى سعيده؟ اتقدم لي محمود وانا عندي 16 سنه. فكرت بعقلي لقيت فيه الراجل وقور ومركزه كويس ومن عيله كبيره يعني راجل كامل. وافقت واتجوزنا وقضينا شهر العسل. تعرف ان محمود جابني هنا في شهر العسل؟ قضينا ايام حلوه وليالي جميله. كان حلم جميل. مل علي حياتي لدرجة اني حسيت ان الدنيا كلها ملك ايديا. وافتكرت ساعتها ان حياتنا شهر عسل طويل عمره ما هينتهي ابدا. وانتهى شهر العسل ومرت 10 سنين من عمري. ازاي مش عارفة. لقيت نفسي مسؤولة عن بيت وراجل وولد وابتدت مشاكل الحياة. لكن انت لسه صغيرة والحياة كلها قدامك. طب انا عندي كم سنة؟ ايه هتقولي لي يعني 50 سنة؟ مظبوط. ورقة الميلاد بتقول 26 والحقيقة اللي انا عايشاها عادة 50. عمر الانسان ما بتحسبش بالسنين، بتحسب بلحظات السعادة اللي بنعيشها. اهو انا مثلا من يوم ما شفتك وانا بعيش في سعادة. اتمنى انها ما تنتهيش ابدا. منى حرام الجمال ده يدفن وهو لسه في عز شباب. حرام الزهرة دي تذبل قبل ما تشوف النور. منى حسين ايه اللي انت بتقوله ده؟ اعذريني انت بقيت شيء مهم قوي في حياتي. ماما انا جوعت عايزه اتغدى. حاضر يا حبيبي.
تاني ولا ايه؟ انا لا خد. كل يا حبيبي. ماما انا زهقت عايزه اروح. عارف اصل انا بصراحه ما فهمش غير في الطيارات، لكن الحاجات اللي على الارض دي ما فهمش فيها. طب والعمل؟ ولا حاجه، هضطر اوصل لاقرب قريه اجيب ميكانيكي. وتسيبني هنا لوحدنا؟ دي حته مقطوعه والدنيا هتضلم. خلاص ما فيش غير اننا نستنى اي عربيه فايته تاخدنا معاها. كده احسن. هنقعد هنا كتير يا ماما؟ غصب عننا يا حبيبي. اجيب لك حاجه تاكلها؟ مش عايز. انت ما اكلتش حاجه من الصبح. مش عايزه اكل. نام. بردانة؟ شوية. ميرسي. منى لحد امتى هتبعدي عني؟ لحد امتى هتفضلي تهربي مني؟ أرجوك يا حسين. منى كفاية. مالك يا خالد بتعيط ليه يا حبيبي؟ ليه يا ماما؟ ليه يا ماما سبتيني لوحدي؟ أنا عمري ما سبتك يا حبيبي، أنا دايما جنبك. لا يا ماما،
انا لما صحيت في العربيه ما كنتيش موجوده، ندهت عليكي ما رديتيش عليا. قولي لي يا ماما كنتي فين؟ كنت بتمشى يا حبيبي مع كابتن حسين. ايوه انا بقيت اكرهه، ما بحبوش زي الاول، بقيت انتي وهو اصحاب اكتر مني، ما بقيتيش ماما اللي بتحبيني. خالد اوعى تقول كده يا حبيبي، ده انت نور عينيا. طب اقول لي مين غيرك يا ماما؟ ما تسيبينيش تاني ارجوك، انا بحبك قوي. مدموزيل من فضلك عايزه مكالمه لباريس. دو سانك سانك سات ويت زيرو ان. ميرسي. وي وي ميرسي. الو ايه وانا في حاجه؟ طمنيني الولد جرى له حاجه؟ الولد كويس وانا كويسه، بس ارجع بسرعه، سيب كل اللي في ايدك وتعالى بسرعة. أرجوك يا محمود ما تسيبنيش أكتر من كده لوحدي، أنا محتاجة لك، أنا أهم من شغلك، أنا عايزك تكون جنبي، افهمني يا محمود، أنا محتاجة لك ما تسيبنيش لوحدي، أرجوك تيجي بسرعة. مش هقدر أكلمك دلوقتي، بعدين هتصل بيكي. وبعدين معاك، انا عارف ايه اللي مضايقك عشان معرفتش توصل لها، مش كده؟ لا يا انور، أنا حبيتها. كابتن حسين بيعرف الحب؟ اصبر عني. بس دي متجوزة. ده من سوء حظي. وهتعمل إيه؟ مش عارف.
كان لازم ما اشوفك، كان لازم اقابلك. حسين وحشتيني، وحشتيني قوي. وانت كمان. أعيش من غير ما أشوفك كل يوم وأسمع صوتك كل لحظة؟ نفس السؤال سألته لنفسي واحترت أجاوب عليه. اللي جاي إيه معرفش، واللي هيحصل إيه معرفش. وحبنا برضه ما تعرفوش؟ مش عارفة، حاولت أهرب منه وفي الحقيقة كنت بهرب من نفسي، وفي النهاية أنا هبعد وأنت هتبعد. لا يا منى ما تكمليش، احنا البعض مستحيل نبعد عن بعض. انا حاسه اني في حلم حلو. اليوم اللي عرفتك فيه مش هيتنسي ابدا. يا ريته كان من سنين. طيب كنت هتعملي ايه؟ كنت هاجي قبلك وهبقى خايفه عشان حد يشوفنا. وانا بقى كنت هزاغ من الكليه ونط من فوق السور. وانا قاعده مستنياك ومكسوفه قوي. وانا بقى كنت هاجي من ورا الشجره واروح خطفك وبيسك. حبيبي يا حسين. ليه؟ بابا يشوفنا. ما تخافيش يا عبيطه، ما انا هخطبك منه. ده الكابتن حسين. حسين؟ كابتن حسين. سونيا؟ هي دي اللي سبتني علشانها يا كذاب. سونيا أنا. مبروك عليك الكابتن يا مدام. خديلك معاه يومين بكرة يسيبك ويمشي مع غيرك. سونيا إيه اللي بتعمليه ده؟ عيب كده. أنت تعرف العيب يا خاين يا غشاش. يا منى. منى اسمعيني، مش دي اللي تخلينا نزعل من بعض. ارجوك تسمعيني. ارجوك انت توصلني للوكاندا. متشكر. منى، منى، منى ارجوك تسمعيني، اديني فرصه افهمك كل حاجه. هقول لك انا كنت ايه وبقيت ايه. انا عشت حياتي بطول وعرض، حقيقه عرفت كتير،
لكن يوم ما عرفتك عرفت الحب. منى انت خلقت مني انسان تاني بقلب تاني وروح تانية. منى ارجوك تفهميني، انا بحبك. ارجوك يا حسين كفاية كفاية. لكن انا بحبك من قلبي وعارف انك بتحبيني. غلط، الحب ده مش من حقي. ازاي نسيت نفسي؟ ازاي نسيت اني زوجة وام؟ منى ارجوكي. انا اللي برجوك، اذا كنت بتحبني حي ابعد عن طريقي، سيبني اعيش لبيتي وابني، سيبني. منى منى ارجوك، منى ارجوك تسمعيني، انا محتاج لك وانتي محتاجاني. ارجوك يا حسين كفايه كفايه، هو ابعد عني. ما اقدرش، بحبك بحبك. ارجوك يا حسين كفايه بقى. انت وحش كداب، حبيتني في الاول وسحبتني عشان تصاحب ماما خالد، وكدبت عليها وخفتها مني وخليتها تسدني. خالد ما تقولش كده يا خالد، مش كنتوا بتهربوا مني؟ مش كنتوا بتسيبوني وتسهروا سوا؟ مش سبتوني في العربيه ودخلتوا الغابه في الضلمه سوا؟ لا يا خالد لا، انت ما تتكلمش، ابعد عن ماما ابعد عننا. عاوز مننا ايه؟ انا بكرهك بكرهك بكرهك. خالد خالد كفايه يا حبيبي كفايه. انا بكرهك بكرهك انت كمان. سيبيني سيبيني سيبيني، كلكم وحشين كلكم كدابين. انا بكرهكم 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 بكرهكم. خالد ايه يا منى، انا هروح اجيبه. من فضلك ما شفتش خالد؟ لمحته خرج. طيب متشكر. من فضلك ما شفتش ولد صغير خرج من هنا؟ مشي من هنا. طيب متشكر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يلا بقى على اوتيل الهنا. متشكر يا فرجاني، ارجع انت على الشركة. منى محمود، منى منى وحشتيني وحشتيني قوي، لكن ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ الله، وايه اللي نزلك هنا؟ مالك يا منى؟ الله، في ايه؟ دلوقتي بس افتكرت انك تيجي. ليه ما جيتش امبارح؟ ليه ما جيتش لما كنت محتاج اهلك؟ انا اسف يا منى، انا بعد مكالمتك ليا في التليفون سبت كل شغلي وجيت على اول طياره. جيت متاخر، انت ما بتفكرش غير في شغلك، حياتك كلها شغل شغل شغل. يا محمود انت مش محتاج لي زوجه، انت مش محتاج لي، انت ما بتحبنيش، طلعني طلعني يا محمود طلعني. ايه ده يا منى؟ دي اول مره اسمع منك الكلمه دي، مش عايز اسمعها تاني. انا محتاج لك يا منى، محتاج لك وما اقدرش استغنى عنك ابدا. ده انت حياتي كلها، انا من النهارده مش هسيبك ابدا، هفضل معاكي على طول، هفضل معاكي انت وخالد. خالد هو فين؟ خالد خالد ضاع يا محمود، خالد هرم. هرب هرب ازاي وانت كنت فين؟ ايه اللي حصل؟ اتكلمي انت. خالد انا مش هكلمك كطفل عرفته وحبيته، انا هكلمك كصديق اعتز بصداقته. عايزك تسمعني وتصدقني، انا يوم عرفتكم كان اسعد يوم في حياتي، حبيتكم ودخلتوا قلبي، وكنت اتمنى اعيش العمر كله معاكم، ومرت بينا ظروف خلتني في نظرك غلطان. تفتكر اني غلطت يوم ما حبيتكم؟ يمكن كنت غلطان، لكن ماما ما غلطتش، ما غلطتش ابدا. ما تظلمهاش يا خالد، ما تظلمنيش انا كمان.
انا حابب ومش هنتقابل تاني ابدا، لان وجودي هيفرق بينكم. وانت السبب، بعدك عني هو السبب في كل اللي حصل. منى، انت لما طلبت مني الطلاق قلتلك مش عايز اسمع الكلمة دي تاني، لكن دلوقتي انا بقولها لك. منى انت طالق ابني خالد. ماما يا ماما يا تاني يا ماما، اوعى تسيبني، انا بحبك قد الدنيا كلها يا ماما. بابا ابني خالد. ايه اللي عملته ده يا خالد؟ ايه اللي خلاك تهرب؟ اصل يا بابا، اصل غلطت وخفت ماما تزعل مني فهربت. سامحيني يا ماما، سامحيني. يا سامحوني انتوا الاتنين، من النهارده مش هسيبكم ابدا ابدا.